في شركة زيوي إيمو. إحنا كمعيشين عقاريين متفائلين بزاف في الأفنير، كنظن بأن راه كاع المؤشرات في الضوء الخضر، وكنا بغينا نعرفوا هاد الناس اللي هما تما أساتذة واش تما غاديين في نفس السياق معنا في نفس الشوفة ديالنا. دونك الحمد لله بعد اللقاء بان لنا اتضح لنا بان ايفيكتيفمون راه ان شاء الله المغرب في الدومين ديال العقار غادي في الطريق الصحيح. كانوا مشاكل، كورونا راه زاد بعض المشاكل، ولكن دابا اون بليس مع الحكومه الجديده مع الصيف جاي مع الجاليه المغربيه اللي غتدخل، كنظنوا بان راه ان شاء الله يكون خير. اللي كيبان لنا دابا هو الانفلاسيون، يعني الثمنه اللي كيتزادوا يوما بعد اخر، يعني بس فغي بغينا نعرفوا واش هادشي غادي يبقى غادي يتزاد ولا غادي يتحبس، لان ضروري غادي يكون واحد التاثير في في في, في البرودوي فينال، والتاثير غادي يخلصوا الزبون في الاخر. دونك هذا هو بصراحه هذا هو البوان انتروغاسيون اللي كاين، يعني واش هاد الانفلاسيون غتبقى تزاد اولا واش غيكونوا دي لوفي اللي غيحبسوا شويه هاد. ما كنظنش كاين ازمه في العقار، كيبان لنا كاين الشواء، واحد الشواء كبير على حسب الجيب ديال كل واحد. تيبقى الفينونسمون اللي للمواطن كيتسنى الابناء كيديروا بلوس دو جيست بلوس دو فورمول. مي حنا بون حنا كنستقبلوا الكليان الحمد لله. الناس بون لي موبيلي راه انسان باغي خصو يسكن والمستهلك المغربي راه الحمد لله راه تبدل، باغي يسكن مزيان، باغي لي كوموديتي ديالو، باغي العيش الكريم، باغي ولادو يكبروا بحال البيئه السليمه. دونك حنا مستعدين باش نوفروا للمستهلك هادشي هذا. ابخي كتبقى البارتي فينونسمون اللي هي مهمه في اطار الدور اللي كيلعب القطاع البنكي في تمويل القطاع العقار، وتطبق الارقام اللي هي مهمه كتمثل تقريبا ثلث القروض اللي معطيه في القطاع البنكي هي مخصص العقار، سواء فيما يخص الانعاش العقاري لا بروموسيون ايموبيليير ولا القروض السكن بما يسمى لو كريدي اكيرور. وعطينا واحد النظره على كذلك على الخروج من هذه الازمه ديال كوفيد اللي تقريبا غيكون فيها واحد الانتعاش للقطاع العقاري اللي عرف واحد الركود اللي في الحقيقه كان قبل كوفيد، لان كان الطلب نقص شويه وكان العرض كثير خاصه في بعض المناطق في المغرب كمراكش ومدن اخرى. وهضرنا كذلك على الغلاء المواد البناء اللي عرفتها هذا مؤخرا واللي تاثرت بالحرب اللي كان حاليا في اوكرانيا، واللي هذا الغلاء واش يمكن المنعش العقاري يريبركوتي هذا الغلاء على الاثمنه ولا لا. دونك هذا هما المحاور اللي كان الندوه ديال اليوم. كان لو تيم برينسيبال ديالها هو نهضروا على ليموبيليي في اطار لا كريز ديال كورونا، وفي اطار لا كريز اللي جات من بعد كورونا، ستادير الحرب الروسيه الاوكرانيه. دونك حاولنا نشوفوا لي بيرسبكتيف ديال ليموبيليي في المغرب، لي مويان دو سورتيغ دو سيت كريز. تحدثنا كذلك على لا شيرتي ديال تو لي زانترون في ليموبيليي، ما يتعلقوا بالحديد، ما عزل بزاج في الحديد في المينيوم. كنشوفوا شنو هما لي بيرسبكتيف ديال ليموبيليي في المغرب، وكيفاش يمكن واش كاين شي حلول للخروج من هذه الازمه، وباش يكونوا لي بيرسبكتيف المستقبل ان شاء الله مزيانين. وكنعرفوا حنا المغرب الدوله كتعتمد على قطاع الليموبيلي بحال اللي كنقولوا كون الليموبيلي فا تو فا. دونك هكا كنتمنوا على الله نديروا اليد في يد الجميع باش نحاولوا نهضوا بهذا القطاع، لانه هذا القطاع الى مشى لقدام المغرب كله كيمشي لقدام الحمد لله، وهذا هو المقصود ديال جميع المغاربه الحمد لله.